وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية في مجال استزراع المحاريات بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية، ويقع المشروع على مساحة هكتارين للموقع البحري ونصف هكتار للموقع البري، ويتكون المشروع من شريط طولي عائم لتركيب الأقفاص البلاستيكية القابلة للتقليب ومعدات تثبيت ومراس ومنصتين عائمتين وقوارب مساندة. وقع الاتفاقية مع الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كما وقعت شركة حلول الحياد الصفري مذكرة تفاهم في مجال استزراع الطحالب الدقيقة مع شركة الثرمد للأعمال والخدمات وشركة الخضراء الخليجية للصناعة بالمملكة العربية السعودية. وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون في عدد من المشاريع في سلطنة عمان باستخدام تكنولوجيا المفاعلات الضوئية الحيوية لاستزراع أنواع محددة من الطحالب الدقيقة المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، وستسهم هذه التكنولوجيا في تسريع عملية الإنتاج وتقليل استهلاك المياه المستهلكة في الزراعة، بالإضافة إلى ضمان منتجات بأعلى معايير الجودة.